السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ان شاء الله راكم صافا، ان شاء الله راكم لاباس، ان شاء الله راكم بصحة والعافية. في موضوع اليوم غنشوفو كالكو اكزامبل كيستيون دي زام براتيك. قبل ما نبداو ما تنساو الجيم وبارطاجي القناة باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. اولا ليكزام براتيك اكيد راح تفوتو في 3 سيرفيس، ميديسين شيروجي بيدياتري نيونات كما ذكرنا من قبل. في هذا الموضوع لي كيستيون اللي راح نشوفو اليوم اغلبيتها راح تكون على الميديسين والشيروجي. موضوع البيدياتري راح نخلوه موضوع وحده ان شاء الله، في الايام القادمه ان شاء الله نحاول نجمع لكم بعض لي كيستيون اللي راح يطيحوا في سيرفيس بيدياتري نيونات. اكيد كما الدوره اللي فاتت نحاولوا كل عنوان نتطرقوا ليه وحده، وان شاء الله بركيك فينا الوقت، وانتم كذلك تحاولوا تساهموا معنا في الشرح. وان شاء الله اي موضوع نحطوه ننتظروا التعليقات نتاعكم، ننتظروا الحوايج اللي ما فهمتوهاش. كما عودتكم باراميديكال دي سيتوب دائما راح تكون معكم، وبروف انكوني دائما يكون حاضر معكم في اي اسئله، تعالوا في التعليقات وراح نجاوبكم ان شاء الله في القريب العاشر. اذا من الدروس اللي دائما تتكرر اول درس هو لافاج ديما. لافاج ديما دائما نفس السؤال، لافاج ديما راح تعطيه تكنيك، راح تعطيه واش كاين انواع لافاج ديما. راح تشوفوا درس كامل في القريب العاجل على الايام القادمه ان شاء الله، راح نعطيكم الملخصات بالتفصيل. الدرس الثاني شومبر دو مالاد شفناها من قبل، نحاولوا نعاودوا كذلك نديروا لها ملخص خفيف. شنو واش لازم يكون في شومبر دو مالاد باه نحطوا فيها المريض؟ لازم بعض الشروط اللي توفر لها شومبر. كذلك شفنا لي كونستونت وفصلناها بالتفصيل، بولساسيون توبيراتور دي راس، شفنا بريسيون ارتيريال، شفنا ريسبيراسيون، شفنا كامل لي كونستونت مع لي ستيرو تاعهم. وهذا كذلك واحد من الاسئله اللي دائما تتكرر، معناتها اذا كان عندك زهر راح يطيح لك واحد من هذو لي كيستيون اللي خليناهم في هذه الورقه. كذلك شونجمون دان كولكتور دي زيرين دائما كذلك تتكرر، كاين البعض اللي ممكن يحكي له على لاكت بلا ما يطبق، وكاين بعض اللي يشوف كيفاش دير شونجمون دان كولكتور دي زيرين. ديفيرون بوزيشن دو باسيون كذلك بوزيشن راح نشوفوا الوضعيات كامل، كل وضعيه على واش يديروها بالنسبه للمريض، وكذلك طريقه الاسئله اللي راح يسالك مونبر جوري بالنسبه لهذه البوزيشن. ريفيكسيون دو لي اوكيبي نو اوكيبي كذلك راح تحكي له اذا كان سرير فيه مريض واش لازم، اذا كان سرير ما كانش فيه مريض كيفاش راح نديروا شونجمون تاع لي ليترين تاعك. لي زيسكار حكينا عليها بالقبل وان شاء الله يكفينا الوقت، راح نحاولوا نكرروها. كذلك من الاسئله اللي تظل تتكرر سوند بوش شفناها من قبل، كذلك نحاولوا نكررها. الكابيليف بيديليف غسل الشعر وغسل الرجلين راح يكون عليها اسئله خفيفه، يعطيك انه تعرف تفرق بين الكابيليف بيديليف واش هما الماتريال، كيفاش المريض البوزيشن اللي راح ديرها له، هذو كامل راح نشوفهم في القناه. بوست بانسنتلي ولورينال شفناها كذلك من قبل، راح نحاولوا نكرروها في الدوره هذه ان شاء الله. البروميلوفي المريض اذا كان اوسبيتاليزي يدخل عندك للسيرفيس اغلبيه تابع لي زوبيراسيون رايح يقوم اول حاجه بروميلوفي، اول نوضه للمريض نتاعك، واش هما الشروط واش هما الحوايج اللي نديرهم راح نشوفوها كامل في الدرس ان شاء الله. الجليسيمي كابيلار جليسيمي كابيلار راح تشوفها في الميديسين، راح تشوفها في الشيروجي، راح تشوفها كذلك في البيدياتري نيونات. كذلك راح تدخل مع درس الانجكسيون. الشيمي دو زيرين شفناها من قبل، كذلك نحاولوا نكرروها، نشوفوا واش لازم تعرف الشيمي دو زيرين، واش هي الاسئله اللي راح تطيح عليها. ستيريليزاسيون المنشوراسيون كذلك اغلبيه الاحيان يطيحوا في السيرفيس بيدياتري نيونات. بريباراسيون ماتريال بور الاكسجين ثيرابي شفناه في الايام السابقه، ونحاولوا كذلك ندير ملخص ممكن صفحه ولا اثنين في الايام القادمه. ابيسي كلاس بويوت هذا كذلك شفناها من قبل، نحاول نعطيكم ملخصات عليهم واش تحتاجوا في ليكزام فينال. في الختام لانجيكسيون انترا مسكولير اي في انترا ديرميك سوكيتاني، ونشوفوا اللي نركزوا عليهم ونشوفوا ليكزام فينال واش هما الاسئله اللي راح يعطوهمكم بالنسبه لانجيكسيون. اكيد راح تبداو كل واحد يبدا بالموضوع اللي جه سهل، وان شاء الله كي نكمل لي فيديو راح يطلع لكم بالفيديو، واي سؤال على المواضيع راح يكون في اسفل التعليقات بالنسبه لكل فيديو. وصلنا نهايه الموضوع، وصلنا نهايه الفيديو، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم.